عافاكم سمعوني مزيان. ما علينا، بقاو تيضحكوا لي داك الضحكه الصفراء، ولا كيتفقوا عليك العياله بخصوص داروا جروب ومشاو شكاو بالجروب. انا تنسم اللي في الكوار والله ما في العرب. شكاو قالوا لي راه ديك خطنا والله وحده تقول الوحده، وحده تقول الوحده، راه هذيك عندها يوتيوب وعندها انستغرام ودار داك الشيء كلينيك كامل. الزلات ديالي اخيرا اختي الدار، اخيرا الدار. المهم بغيت نعاود لكم واحد الحاجه وقعت ليا، عافاكم سمعوني مزيان وبغيت نسمع الاراء ديالكم. واحد الحاجه وقعت ليا هاد النهار هذا. المهم البارح كنا في السبيطار في الكلينيك فين تنمشي، حنا جروب عباره على جروب فيه 8، معنا واحد الراجل ومعنا الجروب كله الماني، انا اللي مغربيه وكاينه واحد البنت واحده اخرى من واحد البلاد شعبنا الى بلاد. المهم واحد البنت اخرى هي ماشي المانيه، ولكن الباقي كلشي المان. المهم ما هادشي كامل، بقينا بحال هكا جالسين تيسولوا كل واحد شنو هما لي هوبي ديالو، اش كدير زعما في وقت الفراغ. هادي انا قلت لهم انا عندي انستغرام، عندي يوتيوب، وتنعاود زعما علانيتي بحال شي حماره. المهم تقول لي واحد الوحده فيهم سميتك في انستغرام، قلت لها سميتني اكرام بلا نوفا، وهي طابات في الانستغرام ودخلات دايره قهيوه. ما علينا، طابات دخلت الانستغرام، نيت هذيك الساعه نيت وهي تقول لي انت هي هادي عندك عندك العلامه فيريفي، قلت لها هي انا. واو، قالت لي عندك 2 مليون ديال لي فولو وهادي وهادي. قلت لها بصراحه انا ما كنحسبهمش فولو اكثر من انني كنحسبهم عائلتي، لحقاش كانت واحد عاود زعما على نيتي، كانت بالنسبه لي واحد الحاجه اللي هزاتني الفوق، مني كنت كنحسب بالفراغ بالوحده وتنشارك مع الناس داكشي اللي كيعجبني. هادشي قلت لها انا باش بديت هاد المجال. ما علينا، بقاو تيضحكوا لي داك الضحكه الصفراء، ولكن انا البارح ما عقت بانها ضحكه صفراء، يعني عادي قلت زعما عادي، يعني شافت 2 مليون ديال الناس، اكثر من 2 مليون ديال الناس متبعيني. هي المانيا اصلا ما عندها سوق، قلت لها انا راه ما تندير والو مع الالمان، انا اصلا كاع زعما الناس اللي كيتبعوني كلهم عرب. المهم ما علينا من شي كامل اليوم، لا ونداز نهار عادي الصباح، رانا شاركت معاكم كما قلت لكم داز نهار عادي الصباح، درنا لي زاكتيفيتي اللي خاصنا نديرو، درنا ديك الجلسه على حساب اللي عنده مشاكل ديال الناس. المهم من بعد جا الغدا، جبت ديت معايا انا غير شريت من السوبر مارشي السوشي، جا ديجا في الغدا قالوا لي علاش انت ما غتاكليش الماكله، قلت لهم صرا مع الماكله ديال السبيطار راكم عارفينها كتغلط، وانا في هذا الوقت انا ما باغاش ناكل الماكله ديال السبيطار، ندي معايا المهم اللي كان مرات. ما علينا من هذا، ماشي هذا هو الموضوع. ديجا شافوا فيا في واحد بواحد شوفه في شكل، قلت انا ماشي مشكل. ما علينا، نخرجوا كان مع الوحده وشي حاجه كان عندنا اننا نمشيو نتمشاو. المهم كنا خارجين باغيين نتمشاو، جات كتعيط عليا الفرمليه قالت لي واش ممكن تجي واحد شويه باغيين نهضروا معاك. مشيت عندها داتني عند الطبيبه الشاف الطبيبه الكبيره، وهي جلست وهي تقول لي بغيت غير نقول لك بان هنا ممنوع التصوير وما خصكش تصوري هنا لي ستوري ديالك. ومشيت عند الطبيبه جلسنا، قلت لها شوف، قالت لي ما عندكش الحق هنايا تصوري، راه شكاو مشاو تجمعوا بنات الحرام دوك الالمانيات، مشاو تجمعوا ومشاو تماك وشكاو. دابا هذيك اللي دخلات وقالت لي واو 2 مليون ديال لي زابون، انت تشوف لي ستوري ديالي واش دارت لي فولو بقات تتابعني، وما عرفت بنادم. المهم بنادم فيه السم وفيه واحد الغيره ما نقولش لكم. اش غنقول لكم، ملي مشيت عند الطبيبه قلت لها شوف انا راه عارفه شنو هما القوانين، عارفه شنو هي دات الشروط، عارفه انا راه ما صورت حتى شي واحد، حليت التليفون قلت لها انت شوفي لي ستوري، ما في والو، في غير انا كنعطي الدم وانا في الجرده كنهضر. ديك الساعه راه في استراحه، خرجت للجرده باش درت دوك لي ستوري اللي شفتو في الصباح. قالت لي طوط ستيم، المهم من الاحسن هنايا ما تصوري حتى شي حاجه كاع نهائيا، باش من باش ما باش زعما ما يكون حتى مشكل. المشكل ماشي انا اللي كندير لي ستوري، حتى الاخرين تيديروا ستوريات بحال هكا على الماكله، ولا تيديروا بومرينغ، ولا تيديروا شي حاجه، غير انا قديتي مالحه بالزربه يا اختي بالزربه. زعما انا سبقت مشيت للسبيطار قبل وكنت ندير لي ستوري بالسبيطار عادي، ما عمر شي واحد قال شي حاجه، ما حدك ما كتصوري حتى شي انسان يعني، ولا تصوري شي انفورماسيون اللي ما خاصهاش تصور، يعني ما عند حتى شي واحد ما يقول لك والو. ولكن كيف ما قلت لكم، ملي كيتفقوا عليك العيالات، ملي كيتفقوا عليك بالخصوص، داروا جروب ومشاو شكاو بالجروب. انا قالت لي هذيك البنت الاخرى ديك اللي ماشي المانيه، قالت لي راه كانوا بخمسه، مشاو بخمسه تيشكيو. اما هذيك اللي عندها الانستغرام ديالي مشات ورات لهذوك الاخرين لي ستوري، وقالت لي ماشي مشيو نشكيو بها، لا تمشي تصورنا ولا تمشي دير لينا. المهم اش عارفو بنادم اختي كي داير. المهم هادشي اللي طرا ليا هاد النهار، وزعما اش غنقول لكم، قولوا لي الاراء ديالكم، واش بان لكم بان هادشي ناتج على الغيره ديال العيالات، هي عندها وقالت لي
المهم ما كملتش لكم. قلت للطبيبه اي سوكي، مشينا تمشينا رجعنا من بعد ملي تجمعنا كاملين ونقولها لهم. المهم قلت لهم فرونشمون، قلت لهم انا تلقى بان ماشي كما قلت لكم، كنا مجموعين وانا نقولها لهم. قلت لهم انا كنشوف بان ماشي زعما مزيان انكم تمشيو تشكيو شي حاجه اللي انا ما قصتكمش فيها. انا ما درت ما صورت حتى شي واحد. وهي تقول لي وحده انت راه كتصوري الفلوس، قالت لي كتصوري الفلوس انت بداك الشيء اللي كديري. قلت لها ما كاين لا فلوس لا والو، راه غير ستوريات ديال الانستغرام كنهضر فيها مع الناس كيفاش داز نهاري، ما يخلصني حتى واحد على داك الشيء. قالت لي طوغ هذا راه الخدمه ديالك وانت كتصور، عرفتي زعما انت كتصوري الفلوس على ظهرنا حنايا ولا فهمتي. عرفت انا السيده اشنو نوات. المهم قولوا لي واش هادشي كيبان لكم السم ديال العيالات ولا تيبان لكم بان من حقهم يشكيو. المهم انا بالنسبه ليا الستوريات راكم شفتوهم، ما عمرني شديت لكم شي واحد ولا صورت لكم شي وحده ولا نتوما قولوا لي اش بان لكم. انا تيبان لي بان السم القاطع ديال الفع ديال العيالات ملي كيتجمعوا تيديروا شي واحد، بالخصوص الا كنتي ماشي المانيا ويقولوا هذه ماشي المانيا وعندها الانستغرام. اش غنقول لكم؟ قال لك انت اللي كتهضري بزاف كوزالتر زيد دابا صفاتي كاتيكوي. قلت لي راهم اللي سولوني شنو هما الهوايات ديالك وانا زعما جاوبت. امي فان كمي فان اللي كانوا كيفان وانا صراحه ما فان حتى حرقني والله العظيم الا كنت نعاود على نيتي. اشنو اش كل واحد تيقول له هوبي ديالو، كاين اللي عزيز عليه الطياب، كاين اللي عزيز عليه تلعب شي لعبه، ولا كما انا عزيز عليا الانستغرام واليوتيوب وهادو تنهضر من نيتي. ساعات السم اللي في الكوار والله ما في العرب مني تتفقوا عليه. وتشوفي بزاف ديال البنات ضحكوني قالك ما كيحساهمش الكور ديال السم، السم اللي في هادو بالخصوص. لكن تي ايوا اختي بالخصوص يا شفتي اجي نمشي شحال هذا ما بنتي اجي نمشي عندك. من غدا غندخل سوق جوايا نمشي اختي ندير حصص ديالي، ندير داكشي المهم، نداوي مرضي، مابقاش نعمر معاهم في السوق، مابقاش بنادم فيك يضحك لك في وجهك ملي يعاود لهم ليستوار ديال الانستغرام وداكشي يضحك هادازي شو تيضحكوا لي بحال هكا في وجهي شوف لي لي فولو هادازي ستوار هادازي سكول هادازي. ايوا من بعد اختي امي ضربوني في الظهر، كنت ديك الساعه تنستف التباصل ديال الغدا، لحقاش كل نهار كيستف واحد التباصل ديال الغدا في الماكينه. وديك الساعه ملي مشيت نستف التباصل هما مشاو اختي لعند الريسبسيون وشكاو قالوا لي راه ديك الخدمه والله تتصور وتدير وتدير بالرغم راكم شفتوا لي ستوري. والله ما صورت شي واحد، ما عمرني كنت ناويه نصور شي وحده ولا ماشي من عوايدي والله العظيم. الا زعما هرسوا لي نهاري وحق الله العظيم، ولكن الحمد لله كلشي داز. انا كنمشي تما باش نتعالج باش نخرج من لا ديبرسيون باش ندير راكم عارفين جلسات. المهم باش تقاي تفهمي المرض ديالك وتعرفي كيفاش تتعاملي معاه، لحقاش خاصك اكسبتي انك مريضه وانك خاصك تعاني مع هذا المرض باش تخرجي منه. لحقاش ماشي ساهل، الاكتئاب ماشي مرض ساهل، كيتعتبر سرطان الروح، كيتعتبر مرض صعيب. وان شاء الله انا غنبارطاجي مع البنات اي حاجه فادتني في هاد الاربع ست سيمانات اللي غنكون تما، اي حاجه فادتني ان شاء الله غنشاركها معكم، غنقول لكم بزاف ديال لي تريك اللي ممكن ديرو. ان شاء الله الرحمن الرحيم كلشي ان شاء الله اللي يفيدكم. شكرا بزاف على الرسائل ديالكم، شكرا على الكلام ديالكم، شكرا على اي حاجه كتقولوها الحق. و المهم قال لك وحده تضربك وحده تفيق، يعني اليوم تعلمت واحد الدرس ان ما عمرك ما خصك تكوني صريحه 100% مع انا بحال الهبيله. الناس كتعاود على شنو الهوايات ديالها، كان عليا نقول شي كذبه ولا نكذب عليهم ولا جداني نقول لهم عندي لا يوتيوب ولا انستغرام ولا نقول لهم كاع شي حاجه من هادشي كامل. كاين شد فمي لحقاش راجلي لامني قال لي ديفو فيك انت اللي كتهضري بزاف. قلت لي راهو ما سولوا اشنو واحد كيدير. انا قلت لهم اش كندير، كل واحد كيقول اش كيدير، كاين اللي كيمشي صيد، كاين اللي كيمشي كل واحد اش يقول. المهم مره اخرى نتعلم نشد فمي ونفكر قبل ما نهضر، ونعرف بان ماشي كاع اللي كيضحك ليك راه كيبغيك. وحق الله العظيم من مورا شكاو بيا، وملي كنا خارجين كانت مشا كيضحكوا معايا واحد الضحكه ما نقولش لكم، وانا ما بقيتش قادره نصبر حتى افرونتيت معاهم كلشي. حتى ملي تجمعنا في الطبله ونقولها لهم قلت لهم علاش زعما مشيتو تشكيتو بيا، علاش ما تجيو تقولوا لي انا اشنو درت لكم فاش قصتكم. كل واحد كتنقص انت راه هادي خدمتك وكتصوري الفلوس وكديري وكتفعلي وجوج المليون ديال المتابعين وهادي. بقيت شويه مشوكي قلت شوف الناس زعما شحال
قلت زعما هما المان ما سوقهمش، وقلت هادي قلت لي ما انا اصلا اللي تابعوني كلهم عرب، واصلا بحال عائلتي انا في الغربه ما عنديش عائلتي هنا، ما عندي لا امي لا اختي لا حتى شي واحد، يعني انا موانسه مع هاد الكوميونيتي اللي انا معاها، وبنادم شوف بلوش ديال المهم علينا بقاو شكيو بقاو نكيو. شوفوا كلشي كيتعالج، اي وحده طاح ليها المورال ولا عندها شي مشكل في الحياه كنقول لكم من القلب، انا راه دازت عليا دازت عليا والحمد لله كترجعي توقفي على رجليك غير تكوني من الداخل باغيه. الحياه هي هذه، مره كتضربك مره كتنزلك، مره تاي فرحانه مره ماشي فرحانه مره، المهم انك تعرفي بان الوقت كيدوز والوقت اللي داز عمره ما يرجع، وحتى حاجه ما كتستاهل انك تدمر حياتك عليها. نحاولوا نعيشوا حياتنا مزيان، نحاولوا ندوزوا نهارنا مزيان، وبالخصوص الا فقنا بكري ودوزنا نهار، والله العظيم هذا اليوم انا اللي فقت فيها بكري ومشيت ديت ولادي ومشيت للكلينيك، حسيت بنهاري داز على في شي حاجه مفيده، ماشي بحال النعاس النعاس النعاس. الا تخلصنا غير المشكل ديال النعاس ان ما نعسوش، انا كنت كنعس بزاف راكم عارفين الدواء والاكتئاب وداكشي راه كتنعسي بزاف. المهم الا تخلصنا عام من هذا المشكل وحاولنا ندير واحد الريتم في حياتنا اننا ما نعسوش كاع النهار، واننا نعسو في واحد الوقت معين ونفيقوا الصباح بكري ونديروا ندوزوا نهارنا مزيان، راه تتبدل حياتك تتبدل حياتك تتبدل. المهم الغزاله ديالي البلا بلا ديالي هو هذا. المهم والله العظيم اش غنقول لكم، الحمد لله انا نبغيش كنرجع بدا كنرجع فيا الروح الانرجي كيفاش نقول لكم الرغبه في الحياه. لحقاش ملي كتكوني في واحد لافاز ديال لا ديبرسيون ما كتبقاش عندك الرغبه في الحياه، تقولي انا علاش عايشه علاش ما نموتش ونتهنى ونتفك كاع من هادشي كامل هاد الحزق كامل، انا علاش عايشه كاع كاع بحال هكا. هادو هما الافكار اللي كيجيو، وبعض الناس كيجيو الافكار علاش كيفاش ندير انتحر كيفاش ندير نتفك من هاد الدنيا كيفاش ندير، ولكن الحمد لله انا وليت كنحس براسي بخير، ولات كتجيني الفرحه ملي كنعنق وليداتي ملي كنشوف بنتي كتلعب حدايا ولدي كيلعب حدايا، يعني تنقول خاصني نكون قويه ليهم خاصني نتعالج باش نقدر نقابلهم باش نقدر ما حدهم باقي صغار المهم حتى يكبروا ونكون ديما حداهم الحمد لله. المهم هذا الشيء راه خاصو الوقت البنات، راه شفتوا دابا راه تقريبا راه عام وانا في ديبرسيون. المهم راكم عارفين بالنسبه للبنات اللي بزاف ديال البنات كتبوا لي اللي كيدرسوا علم النفس، واحد البنت كتبت لي ان عندهم دراسه خاصه في ثنائي القطب، وقالت لي عافاك اكرام كتبي لي وتراسلي معايا، باقا صراحه ما تراسلتش معها باقا ما لقيتش وقيت نرسل لها اوديوات باش نعطيها معلومات يعني بما فيه الكفايه على ثنائي القطب. انا عند الدرس والامتحان الاكزامان على حساب ثنائي القطب وكاع المعلومات خاصه على ثنائي القطب، وانا كمريضه ثنائي القطب خاص زعما نتعاون معاها باش نعطيها كاع المعلومات. ثنائي القطب واحد المرض اللي ماشي ساهل، من طبيعه الحال مره كيهزك الفوق كتفقدي السيطره على الوعي، ومره كينزلك لتحت كيديك لديبرسيون توتال اللي هي فين كنت انا قبل. من طبيعه الحال هذا الشيء خاصو غير الواحد يتعاون، كيفاش خاصني نقول لكم خاصك بعض المرات تبززي على راسك انك تزيدي لقدام، واخا نفسك من الداخل تقول لك نفسك لا ينعسي ما ديري والو، هذه غير تحاولي تشغلي وقتك غير كتبداي ديري. مثلا انا قبل كانت الدار تكون موسخه ولا ما موسخاش ولا ما سوقيش انا خاصني ننعس، دابا مؤخرا في هاد التواخر وليت مني كنبدا نقي في الدار ونبدا ندير في الميناج ونبدا، لحقاش المراه اللي كتعاونني حامله وغادي تولد ومشات ما بقاتش يعني غادي تجي وما بغيت نشد حتى شي وحده اخرى، قلت خليني انا ناخذ هاد هاد كيما نقول الافكار بها ناخذ هاد المسؤوليه انني نتكلف بداك الشيء ديال الدار ديالي. وفعلا وانت كديري في الحوايج ديال الدار ديالك وكتلقاي بان قادره انك طيبي تغسلي الماعن تصبري طوي الحوايج تجمعي دارك تنقي حالتك تنقي هادشي كيعاونك انك تبرعي يعني اي بنت مصابه بالديبرسيون ولا بالاكتئاب تحاول تحرك تحاول غير تحرك. ممكن ما قلت لكم الواحد يحاول يشغل وقته يدير شي حاجه في النهار ديالو، يحاول يدير كما تنقولوا تسيله يعني واحد الاهداف في حياته، انا باغا نحقق هذا الهدف ونحقق ماشي بالضروري يكون مادي، انا حاليا مركزه غير على الحاجات اللي ما عندها حتى علاقه بالماده. غير مثلا تنقول الا حاولت نرجع من الكلينيك ونجمع الدار ونطيب ونلعب مع ولادي ونطلع ندوش ونتهلا في حالتي ونوض ثاني مع الصباح بكري ونوجد راسي ونمشي، هذا في حد ذاته راه انجاز. المهم
المهم شويه بشويه الواحد بشويه بشويه وهادشي اللي كاين الغزالات ديالي. والله كنتمنى لكم من القلب الخالص وربي شهد كنتمنى لكم لا يوريكم شي باس في حياتكم ولا عندها صحيحتها وبالخصوص الصحه ديال لابسيك ديالها تحمد الله وتشكره وتقوي العلاقه الروحيه ديالها مع الله. طبيعه الحال كل واحد بطريقه. المهم الواحد يكون ايمانه قوي ودير يقينه في الله وما غيخيبش ان شاء الله الرحمن. الله نطول عليكم شحال هذا دابا درت معكم ستوريات وتعاودت معكم بزاف وبقينا شادين ستون انا وياكم ستون والحلزون اختي ستون الحلزون. انا ماشي اول مره كتوقع ليا ديما كتوقع ليا حتى ملي كنت كنقرا لا كوزميتيك كانوا دوك اللي معايا في الكلاس حاقرين عليا وحاطين عليا. واحد المره كنت هابطه للكارداروب يعني البلاصه فين كاينين الحوايج ولقيتهم هازين ليا سبرديلتي واحد جوج المانيات هازين ليا سبرديلتي وكيشوفوا فيها. ملي دخلت قالوا لي والله الا قلتها ليها قلت لها السبرديله ما غتكون غادي الاكرام وسبرديله زعما عاديه ماشي شي سبرديله واو ولا شي حاجه. كانوا تيطلعوني من راسي الرجليه وديما حاضرين معايا اش من طوموبيل غنمشي سايقه اشنو لابسه كيفاش كنخدم يعني كان عندي ديما واحد شويه نقولوا قدي التمالحه مع العيالات. والله العظيم دابا كنقول لكم من القلب ديما السم والحسد ديما بحال هكا. عرفتوا لدرجه ان ملي كان عندي الامتحان في الكوزميتولوجي الامتحان الاول ماشي الامتحان الاخير كانت واحد الوحده ما كتحملنيش واحد الالمانيه كانت معانا في هي المدربه ديال البراكتيكو زعما ديال العملي عطاتني 3.5 في النقطه وما درت حتى خطا قسما بالله الا خدمت مزيان. ملي قلت لها علاش قالت لي ملي كديري الماسك للوجه بالشيتا بالفرشاه زعما بديك الشيتا ما كطوليش للشينن ما كطوليش زعما خاصك ديري هكا. وانا والله العظيم الا كنت دايره داك الشيء ربي لي شاهد عليا اش كنقول. ومع ذلك عطاتني 3.5 وبقيت طلع لي الدم ومشيت عند المديره وبقيت كنشكي وراه خدمت مزيان وهذه. قالت لي المديره هذا ماشي امتحان مهم الامتحان الاخير هو المهم ما ديري في بالك والو زعما ما نكذبش عليكم. بحال هاد المشاكل كانوا كيطراو ليا اكثر من مره. حتى طولت عليكم بالبلا بلا تهلاو ليا في راسكم كنبوسكم بوسه كبيره والهلا يوريكم باس حياتكم تهلاو ليا في راسكم وديما الراس الفوق ديما الراس الفوق بالخصوص البنات المغربيات المغتربات اللي في الغربه اللي عايشين حياه زوينه ووصلوا انهم يعيشوا حياه زوينه. كنقول لكم الله يوفقكم ولا يوريكم شي باس في حياتكم والله يبعد عليكم كحل الراس الله يبعد عليكم الحسد ديال بنادم والحقد ديال بنادم لحقاش بزاف ديال العنصريه كنتعرضوا ليها بالخصوص الا كنتي عايشه واحد الحياه مستقره وعايشه واحد الحياه زوينه. الكوار ما كيبغيوش يشوفوا شي واحد اللي ماشي منهم حسن منهم ما كيبغيوش ما كيرضاوش كيقولوا راه كياكلوا فلوسنا راه فلوس المعاونه راه فلوس الدوله بالرغم اننا ما كناخذوا حتى مساعدات من عند الدوله ما كتعطينا الدوله حتى ريال. من نهار جيت لالمانيا عمرني ما مديت ايدي للدوله الحمد لله ومع ذلك كتلقاي داك الحسد والسم والبغض فيهم. الله يوريكم شي باس حياتكم بحال هادشي. كاين البريكيكات ديال الجروب راه يمشيو يبركوا بيا ثاني يقولوا للطبيبات الطوري ويديروا لي شي مشكل ونصدقوا فيما هي وما لونها. السم اختي السم القاطع اللي شفت في هذا الجروب فين انا ما عمرني شفت بحاله نجي نتفقوا عليه. ايوا صافي. المهم اليوم جا عندي واحد وليت ندير الايغوثيرابي فين كنمشيو نتعلموا نزوقوا ولا نرسموا ولا راه كنسبق ليا وشاركت معكم ملي كنت داك العام في السبيطار شنو كديري في الايغوثيرابي وداكشي. جا عندي هذاك اللي مكلف زعما الثيرابويت اللي تما وبقى كيسول فيا شي اسئله انا استمر. عرفتي اش داروا؟ قلت لكم عرفتوا اش داروا؟ مشات وحده تقول لوحده وحده تقول لوحده راه هذيك عندها يوتيوب وعندها انستغرام ودار داك الشيء كلينيك كامل. واحد الراجل جا عندي قال لي انا كاتب وتنبيع الكتوبه كيفاش ندير الصفحه ديالي وشحال تصوروا ديال الفلوس واش كيفاش كديروا تخدموا. وجا عندي كما قلت لكم داك الثيرابوت وبقى تيسول فيا قال لي الا سديتي يوتيوب وانستغرام تقدري تعيشي ولا ما تقدريش تعيشي. بقى تيسولوا فيا شي اسئله زعما اش غادي نقول لكم لا اله الا الله. وانا عطيتو الاجوبه اليوم من الدقات ديال البارح تعلمت انني اليوم نهضر داك الشيء حدو قدو ما نبقاش دارعه معاه في التعاويل. قلت لي انا راه غير هوبي زعما ديالي هادي لا بغيت تبدعي تبدا نكمل حياتي عاديه. ايوا تشوفي الاسئله وكيفاش حتى تيتابعوك هاد الناس كاملين اشنو كديري باش تلقاي هاد العدد كبير من الفولور اش درتي زعما فاش اش نشرح. قلت لي راه غير فيديوهات وداك الشيء كنت نشاركو من القلب وها كيفاش وها كنت كنقرا
نقرا لا كوزميتولوجي درت الاوسويدون وداكشي اللي كنت كنتعلم في المدرسه كنت نبارطاجيه في الفيديوهات مع الناس داكشي ديال العيالات ديال النساء وهادشي باش بديت قلت لي هادشي باش بديت وكانت الناس اللي تيتبعوني كانوا اغلبيه نساء ومن بعد ملي وليت ندير الفلوغات ولاو تيتابعوني حتى الاولاد وهادي ايوا صافي هادشي ما كاين بغيت نقول لكم زعما قلتها لوحده هي اللي قالت لي قولي لي سميت انستغرام ديالك اليوم صباح الكلينيكا كامله عارفاني عندي انستغرام ويوتيوب وكلشي كيسول ايوا معليش المهم ما علينا تهلاو لي فراسكم اختي مهما كندير لبنتي شويه المقارونية تطبق ودايره لهم فيش تيبشن وانا وليفيو غادي ندير واحد ستيكه تاع اللحم مع شويه ديال الشلاضه والله يجعل شي بركه ومن طبيعه الحال قبل ما ناكل خاصنا نشرب الكيلات عندكم تنساو البنات اللي داروا الاوردر اللي دومانداو تبعوهم وداكشي يكون كيف ما مكتوب والله الا رائعين وبالخصوص الا كنتو ما كتاخذوش شي ادويه بحال دابا انا كناخذ الادويه ديال الاكتئاب يعني اللي ما كيخليوكش حرقي اصلا الدهون ومع ذلك قداو فيا هاد المجموعه اللي خديت هادشي بغيت نقول لكم يعني اللي ما كتاخذش ادويه وما متبعاتش شي دواء غادي يعجبها الريزولتا غادي يبان فيها الريزولتا اكثر غيبقى تبان فيها النتيجه اكثر مني انا المهم دابا نهضر لكم عليهم ان شاء الله من كل وقت ونشرح للبنات اللي جداد ولا اللي باقيين كيسولوني على المجموعه انا غنشرح لكم مزيان وباش مولين وكلشي المهم غيتحرقوا لي اللعيبات تهلاو لي راسكم كنبغيكم بزاف بزاف.